وللوقوف على آخر المستجدات للانتفاضة في العراق، سيكون معنا عبر الهاتف من أربيل أستاذ العلوم السياسية دكتور عبد السلام برواري، وسيكون معنا أيضا عبر الهاتف من بغداد الباحث السياسي دكتور مثنى عبد الله. أهلا بكما. ربما نبدأ مع دكتور عبد السلام برواري إذا كان يسمعني. دكتور عبد السلام، هل أنت معنا؟ يبدو أن الصوت لا يصل إلى الضيفين. دكتور مثنى، هل تسمعنا؟ نعم أسمعك واضح. نعم، سنبدأ معك لحين يجهز دكتور عبد السلام برواري. نرحب بك دكتور، وفي البداية نتحدث عن تصريح عبد المهدي بأن القوات الأمنية لم تستخدم العنف ضد المتظاهرين، بل كان أسلوبا دفاعيا انتهجته. كيف يقرأ مثل هذا التصريح بعد سقوط نحو 500 شهيد وألاف الجرحى؟ شكرا جزيلا. يعني انا في الحقيقه كنت اتوقع، يعني او الكثير من المراقبين السياسيين كانوا يتوقعون بان السيد رئيس الوزراء سوف يكون يستخدم اسلوبا مختلفا جدا عن الاساليب التي مضت، على اعتبار انه كما قيل بانه رجل تكنقراط وجاء من خلف الصفوف وليس من الصفوف الاولى، وبالتالي يفترض ان يكون خطابه السياسي مختلفا جدا. يعني هذا في الحقيقه، هذا الكلام او هذا التصريح المنسوب الى السيد رئيس الوزراء هو يختلف جذريا عن ما يكون على ارض الواقع، غير ما موجود على ارض الواقع. في الحقيقه هنالك قوه غاشمه تستخدم ضد ابناء الشعب، وهذه القوه الغاشمه حتى انها فاقت المتعارف عليه في بعض الانظمه الاستبداديه الاخرى باستخدام القوة الصلبة واستخدام وسائل أكثر وحشية في الحقيقة مما استخدم سابقا. هذا دليل على أنه رئيس الوزراء في الحقيقة ليس لديه الصلاحية الكاملة في موضوع التعامل مع المتظاهرين. هنالك كما قلنا سابقا بأن الدولة العراقية في الحقيقة هو هيكل موجود وفيه أجهزة موجودة، لكنه صانع القرار في الحقيقة هو خارج هذا الهيكل السياسي، خارج هذه المنظومات التي المتعارف عليها في الدولة. وبالتالي أنا أعتقد بأنه التصريح هذا هو تصريح خيالي، بينما صانع القرار هو يستخدم أسلوب آخر. قد يكون السيد عادل عبد المهدي هو ليس على اطلاع عليه، وليس بيده منعه أو إيقافه أو طرح حلول بديلة أخرى. سبق للسيد عادل المهدي عندما وصل إلى السلطة كان يقول بأن استقالته يضعها دائما في جيبه. يفترض فيه إذا كان سياسيا محنكا وإذا كان سياسيا يعرف معاناة هذا الشعب العراقي أن يسحب هذه الاستقالة من جيبه ويعلنها في اليوم، في الأسبوع الثاني من التظاهرات في الحقيقة، وليس في اليوم الأول، لأنه في الأسبوع الثاني بان واضحا جدا كيف التصرف الحكومي ضد مطالب الشعب. يعني هنالك عدم فهم بانه حركه الشعب هي حركه التاريخ، ولا يمكن الوقوف امام حركه التاريخ. لذلك اعتقد بانه سيد عبد المهدي لا توجد في يده سلطه القرار، ولا توجد في يده حتى سلطه قراره هو بنفسه من وجوده أو عدم وجوده في المشهد السياسي. ستبقى معنا دكتور مثنى. ينضم إلينا الآن دكتور عبد السلام برواري، نرحب بك، ونتحدث عن تطور الأمني الذي أصبحت تتعامل به القوات الحكومية والميليشيات مع المتظاهرين مؤخرا، واستخدام غاز الخردل ضد المتظاهرين. كيف يفسر ذلك؟ دكتور عبد السلام، يبدو أننا لم نتوفق في التواصل مع دكتور عبد السلام برواري. نعود لضيفنا من بغداد دكتور مثنى عبد الله، ونتحدث عن استخدام غاز الخردل ضد المتظاهرين السلميين. أنا في الحقيقة
لا 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 توجد لدي في 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 يدي شيء يثبت هذا او ينفي هذا، لذلك انا اعتقد بانه في ما موجود على ارض الواقع، يعني في ساحات التظاهر، وامام هذه الحاله الكبيره من الاستشهاد، وحاله الكبيره من الاصابات التي طالت المتظاهرين، وكلام المتظاهرين عن حالات الاختناق وعن حالات يعني الضرب. دكتور مثنى، نعم نعم، فقط انقطع بضع لحظات للإشارة فقط. من تحدث عن غاز الخردل هي منظمات دولية بالإضافة إلى أطباء بعد معاينتهم لحالات الإصابة التي تعرض لها بعض المتظاهرين. تفضل. نعم سيدتي، أنا بالنسبة لي شخصيا أنا أتحدث بصفة شخصية، وأقول بأنه ما حصل من حالات استشهاد خلال فترة قصيرة، ومن حالات إصابات لعدد كبير من الشباب المتظاهرين، هذا دليل بأنه السلطة لديها قابلية على استخدام كل الوسائل الممكنة وغير الممكنة في الحقيقة، وهذا في الحقيقة خرق لكل منظومة القوانين الدولية والأخلاقية والشرائعية المتعارف عليها، وبالتالي عندما تكون المتظاهرات سلمية يفترض أنه في أقصى حالات يمكن استخدام وسائل الدفاع المعروفة في الأنظمة الأخرى، المياه أو غيرها من هذه، أما الوصول إلى حالة استخدام غازات أو ما شابه ذلك في الحقيقة فهي يفترض أنه بمنظمات الدولية أن تتولى موضوع. نعم، الحديث عن المنظمات الدولية ربما يقودنا لسؤال دكتور عبد السلام، إن كان يسمعنا وكان الصوت واضحا لديه. ما هو دور المجتمع الدولي في ظل كل هذه الانتهاكات الإنسانية المرتكبة في التظاهرات وضد المتظاهرين السلميين؟ يعني تحية لك، شكرا، تحية للأخوات والضيف الكريم. أنا أعتقد التعويل على المنظمات الدولية هنا والقانون الدولي ليس الطريق الصحيح، لأن هذه في النهاية ستعتبر قضية داخلية، وسنسمع استنكار وسنسمع دعاوي من مجموعة من الرؤساء ووزراء الخارجية الدول تدعو الحكومة إلى استخدام الطرق السلمية وتدعو المتظاهرين إلى السكينة، ولكن إذا وصل الأمر إلى مثلا تدخل تأثير على سير الأحداث، أنا شخصيا حسب خبرتي ليس هناك لا صلاحية لأي منظمة دولية أو أي دولة بأن تتدخل عمليا فعليا. يمكن لدول معينة أن تفرض عقوبات اقتصادية أو تمنع سفر إلى آخره، ولكن هذا يأتي على شكل فردي، لذلك لا يجوز للمتظاهرين أن يعيدوا. نحن نعيش في القرن 21، في السبعينات والثمانينيات عندما كانت هناك حركات تحرر، كان هناك استعمار، كان هناك البلوك الشرقي والغربي، كان يحدث مرات بعض الالتزام وبعض التدخل مثل العدوان الثلاثي 56، ولكن في الزمن هذا انا اعتقد مجرد مظاهرات، وفي منطقه العراق حساسه، من الصعب جدا انا اعتقد ان تكون هناك أي خطوة عملية من قبل المنظمات الدولية. بالمقابل دكتور، كيف تقرأ توصيف عادل عبد المهدي في خطابه للمتظاهرين على أنهم ثلة من الخارجين على القانون ومعطلي الحياة الاقتصادية والمخربين للنظام العام؟ في الحقيقة أنا من النوع الذي لا أعلق على شيء لم أستمع إليه أو لم أقرأه. لم اسمع هذا، يعني كنت مشغول خلال الايام الماضيه، ولكن المتظاهرون في كل العالم هم ناس يعبرون عن راي، وحريه الراي حسب الماده 38 بكافه السبل الغير مخله بالقوانين والاداب مكتوبه، ويجب على الدوله ان توفر كل الامكانيات لكي تسمح للناس بان يعبروا عن ارائهم. إذا كان هذا الرأي رفض أو معارضة، أصلا الحكمة في
ضرورة إبلاغ المتظاهرين بقوى الأمن بأنهم سيقومون بمظاهرة، يأتي من واجب الدولة أن تحمي المتظاهرين، أن تحميهم خلال قيامهم بالمظاهرات من الناس الذين يمتلكون رؤية مختلفة. وفي نفس الوقت من واجب الدولة طبعا أن تحمي الممتلكات العامة، أن تسعى إلى أن لا تؤدي المظاهرات يعني التعبير عن الرأي، عن التعبير عن الرفض، أن لا يؤدي إلى تعطيل حياة المدنية وقطع الطرق. لذلك أنا بصورة عامة التظاهر هو حق طبيعي للإنسان ومكفول دستوريا. وقطع الطرق فقط للإشارة دكتور ينصب في العصيان المدني والإضراب العام، يعني لم يكن تخريبا بقدر ما هو في إطار العصيان. أنا لا أعلق على كلامه لأنه أنا ما سامع في الحقيقة. شكرا، شكرا جزيلا لك. عموما انتهى وقتنا، أشكر دكتور مثنى عبد الله ضيفنا عبر الهاتف من بغداد، وشكر موصول كذلك لضيفنا من أربيل أستاذ العلوم السياسية دكتور عبد السلام برواري.